بسبوسة ايه بس يا معلم؟ لا مش بسبوسة يا المفتقة مفتقة ايه بس يا معلم؟ ما كله بيتاكل يا مغفل. انت معلم انت لا مؤاخذة مؤاخذة ايه يا هتنزلني اقعد ولا انا هدخل انا ايه فين؟ ايه في ايه؟ ده المعلم داغر بره وباين عليه سكران طين. المعلم داغر؟ اه. وايه اللي يجيبه ساعاتي؟ حوش انتوا اللي ما يختشوش. وطي صوتي؟ اطلع اديله على دماغه وارميه بره. ما تطلع يا عبده. انا ما اقدرش. ده راجل شراني ومؤذي وانا بسمع عنه كلام وحش قوي. انت بتقول ايه يا كاتانيلا؟ الراجل جاي بيتهجم علينا في بيتنا وفي ليله فرحنا. ما اقدرش. ما تقدرش؟ ده لولا الملامه اللي جوزي وراجلي لو كنت طلعت فرجته وخليت اللي ما يشتري يتفرج. اسمع يا طعمة، أنا عندي فكرة كويسة وهتعجبك قوي وتخلصنا من المصيبة اللي بره ده. قول يا سبعي. أنت تفتحي الشباك وترقعي بالصوت، الناس تتلم، المعلم داغر يخاف من الفضيحة يسيبنا ويخرج. أنت بتقول إيه يا كاتانيلا؟ أصوت ولم الناس وأنت معايا؟ ما تخلى هون. صوتي يا طعمة، صوتي. عجبتي؟ لا مش عجبتي. انت مش راجلي، مش تقدر تحميني ولا ما انتش قده. كاتانيلا. انا مش قده ولا استريحتي. صوتي. لا صوتي بقى. طلقني يا كاتانيلا،
طلقني. طعمة، انت بتقولي ايه يا طعمة؟ بقول لك طلقني يا كتانيلا، طلقني. اما انت لازقة صحية واحدة، انت مش داخل مزاجة، ما طلعها يا طعمة. طعمة حبيبتي، انت طالق بالثلاثة. انا مستنية بكرة ورقتي يا كتانيلا. عيبت يا ابني، ما خليتش حته ما دورتش فيها اللي يضحك عليا واللي يقول لي ما تتعبش نفسك، لحد ما حسيت اني بدور على واحد مش موجود. موجود. طب هو فين؟ الله موجود في كل الوجود. اما اما موجود. موجود، شايف هما اللي انا فيه بيقول لي موجود؟ طب ادور من تاني بقى، ده حقي ولازم الاقيه. تعمى قاعدة لوحدك في الضلمة ليه يا بنتي؟ مش جاي لي نوم. امال حسنية فين؟ نامت من بدري. احسن، اتعشيتي؟ ليش نفس؟ نبقى نفتح نفس بعض، انا كمان نفسي مسدودة. ليه؟ ايه اللي سدد نفسك عن الدنيا يابا؟ مالك؟ ما تشغليش بالك يا بنتي، هو احنا لينا الا بعض يابا؟ انا اتعلمت حاجة مهمة، الدنيا دي ما تستاهلش، عاملة زي الست البطالة اللي لا ينفع فيها كلام ولا نصايح، الواحد يغمض عينيه عنها وخلاص. زي ما غمضت عينيك على دهر واللي عمله ليلة دخلتي. كنت هعمل له ايه يعني؟ اروح اضربه؟ ده راجل ظالم. انا طلقت من كتانيلا عشان هو فعلا مش راجل يابا، لكن مش معنى كده ان دهر سابح. دهر ده ثعلب، ثعلب خسيس. أنا مش فاهمة أنت بتشتغل عنده إزاي؟ استحمله ليه؟ يعني معلق الشهادات على الحيطان يا طعمة ومش لاقي لها مطرح. كفاية إن هو قاوي واحد زيي، ده أنا بشتغل عنده بقالي 18 سنة. أنا ما بقتش عارفة إيه آخر الودوادة دي. اللي يشوف كده يا أخويا يقول يا ما هنا يا ما هناك. أنت صحيتي؟ مفيش حاجة يا حسنية. تصبح على خير يا طعمة، خد يا ابن اهلي. ما هو انا لازم اخد حقي، يعني انا حقي اللي هيروح اهو الاستاذ جاي دلوقتي، وهو اللي هيقول مين فينا اللي قانوني ومين فينا اللي صح ومين فينا المدعي. تاكل حقي وكمان بتكابر، يا عينك يا اخي. كل واحد بيدور على حقه الا انت عوض. صحيح تعبت وانا بدور عليك يا داغر يا شاوي، لكن لازم الاقيك، حقي عندك ولازم اخده. جبت الدواء يا وداد. رحت الأجزخانة، الدكتور مرضيش، قال لي ادفعوا الفلوس القديمة الأول. قلت لك روحي المعلم داغر، الراجل متأخرش. مش عاوز أروح له يا صنباطي، مش عاوز أروح له. إحنا بنشحت منه، هو أنا صحتي ضاعت فين إلا في الفرن بتاعه. أعملي معروف يا وداد، روحي له، أعملي معروف.